السلام عليكم سيدتي الجميلة، كي دايرين؟ بخير، لاباس عليكم؟ كلشي مزيان ان شاء الله، تكونوا دائما بخير وعلى خير. سيدتي اليوم جيتك الحل النهائي لحب شباب. هذه مجربة من العائلة، من ولد اختي، هذه هي اللي حيدت لي حب شباب. ما خلى اطباء، ما خلى دوايات، ما خلى ما دار، وكان مع خدو داك الحبوب كان كتير. سيدتي انا جبت لك الحل، ولكن ما تخليش، خاصك ضروري ديريه لبنياتك، لوليداتك ليك انت الا باقي فيك، حيت كاينين السيدات اللي باقي فيهم الحب شباب لدابا، ما بغاش ابره، ما لقاوش ليه الحل، وكيخلي البلاصه محفره، منين كيطول في الوجه كيحفر ديك البلاصه. ما تخليش ليهم وجههم تحفر ليهم. سيدتي هاد المكون واحد واحد، سيدتي مكون واحد، غادي تقضي على حب شباب في مره في مره، والوجيه غادي يبيض، وغادي تحيد حتى الاثار ديال حب شباب. هادشي كله مكون واحد. وشوفي سيدتي كل شيء عندك، يعني خاصك غير تنوضي تحيدي عليك العجز وديريها، واصلا هادي ما فيها لا عجز لا خدمه لا حتى شي حاجه، يعني بسهوله 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 ممكن تحيدي الحب شباب لوليداتك وتنقي لهم الوجه ديالهم. سيدتي المكون هو ديتول، صابونه ديال ديتول. ايه سيدتي، صابونه ديال ديتول هذه غتهنيك من حب شباب، غتهنيك نهائيا. انا تنقولها واكيده انني كنقول لك هضره كاينه بالضبط وبالتجربه وكل شيء كاين، يعني غير ديريها وجاوبيني وردي عليا الخبر ومسخيني في وجهي، قولي لي لا والو ما كاينش ديك القضيه. كنقول لك انا غير ديريها سيدتي، ايه نوضي 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 وسيري حيدي عليك داكشي كامل ديال الدوايات، وسيري ديري ديطول شديها. الطريقه جد سهله جد سهله، شدي الصابونه حكيها فواحد الطويصه، حكيها ديري عليها شويه ديال الماء وخليها تولي كريمي، خليها تذوب تولي كريمي، ورغوي بها الوجه ديالك، طلي بها الوجه ديالك وديال وليداتك وديال بنياتك، يعني كاع الشباب والشابات ما غيبقاش فيهم الحبوب بهذه الطريقه هذه، بهذه الصابونه اللي هي ديتول، بهذه الصابونه اللي هي ديتول. سيداتي غير ديريها ديريها، حيدي عليك الشك وحيدي عليك عدم الثقه، ديري ديتول لوليداتك وهنيهم من حب الشباب، وغادي يقولوا لك راه احسن حاجه ماما درتيها لينا في حياتك هو انك داويتي لينا وجهنا من هاد الحبوب، لان كيعقد الدراري كيعقد البنات، يعني مخلو ما دار مخلو ما داروا لهداك حب الشباب ما بغاش يتحيد، ولكن بدي طول كتحيد، بدي طول سيدتي كيتحيد حب الشباب. قلت لك الطريقه، حكي الصابونه حكيها غير واحد طريف منها، وديري عليه شويه ديال الماء، الماء عادي يعني بارد عادي ديال الروبيني، وخليها تتولي كريمي، يعني ديريها الصباح في العشيه هي ولات كريمي، ودهني بها الوجه ديال وليداتك بنياتك ديالك، حتى هو الا كان الا كان فيك حب شباب حتى هي ديريه، يعني وخليه ربع ساعه حتى تولد ساعه حتى يبس يبس على وجهك، وغسلي وجهك عادي، غسلي وجهك بالماء بارد عادي بحال غسلتي بالصابون، غادي يرغوي لك وغسليه مزيان ونشفيه صافي. وهانتي تهنيتي من الحبوب، يلا داومي عليها سيدتي، ما تجي فين تسالي غير صابونه وحده، ما تجي فين تساليها حتى داك الحبوب ما يبقاش، سبحان الله كيكرم وكيبقى يتقشر، كيبدا يتقشر وكيطيح، كيتقشر وكيتحيد، كيتقشر وكيتحيد، صافي من بعد ما كتبقى لا قشره لا حتى شي حاجه في وجهك، ما كتبقى حتى شي حاجه سيدتي، ذوك القشيرات وذوك الطبايع ديالو ديال الحب شباب كيتحيدوا ما كيبقاوش غير بهادي بديطول. انا كنقولها ومتاكده من النتيجه ديالها، متاكده من النتيجه ديالها، لان هي اللي داوات ولد اختي، كان معقدو كان معقدو الحبوب، والله العظيم الا وجهه ولا ما شاء الله هكا كيدير هكا مرايه. ما تخليش وجه بنياتك وجه وليداتك يتقب، لان كل ما طال الحبوب في الوجه الا وكيخلي التقابي، ماشي غير الطبايع كيخلي التقابي في الوجه، لان الحبوبه كل ما طالت كتولي بوانوار، والبوانوار كتحفر بلاصتها وكتولي تقاب في الوجه، تولي مسامات مفتوحه، كتولي الوجه كيولي حالته حاله. هو نوضي سيدتي، يلا سيري صيفطي على ديتول 6 دراهم، هانتي لا
لا غلا على مسكين 6 دراهم، غداوي بها الوجه ديال وليداتك وبنياتك ووجهك حتى انتيا، وغادي يولي كيشعل ونهائيا حب شباب ما بقيش مازال تشوفيه. سيدتي جربي ردي عليا الخبار، طريقه جد سهله، وكاع كاع الا ما بغيتيش انتيا ديري تحكي وهذا، تفزقيها بالماء وفزقي وجهك وحكي حكي 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 على وجهك مزيان، ترغوي مزيان وخليه 4 ساعات ولود ساعه، اغسلي وجهك وهانتي محيده الحبوب ومهنيه منه ومداويه لابو ديالك. السلام عليكم سيدتي، ما تنساوش تشجعوني، ما تنساوش التعاليق، نتسنى النتيجه، وما تنساوش تجمجموا وتبارطاجيو مع صحاباتكم. السلام عليكم.